بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم البنات، مرحبا بكم في قناتكم ام لا في المجرح. حبيبات ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعافيه يا ربي. اليوم راح نشوفوا لي نوازات كاراميليزي كما راكم تشوفوا معايا، اللي نديرهم في تزيين الحلويات لي جاتو او لي تارت، يعني يجي المنظر تاعهم رائع. واصلا كنتي تاكليهم يجوا بزاف بنان صراحه. ندوزو للتحضير. انا عندي هنايا السكر، درت 200 غرام، درت 200 غرام تاع سكر، سكر عادي على النار. تقدري هكا في الكاسرونات تنقصي كامل النار وتخليه، ما توشيش بالملعقه ما والو، سينو ديرلو غير شويه ما. انا هنايا زلقت ليه القرعه، نورمالمون ندير نصف هذه الكميه اللي درتها، يعني سينو ما ديريش كامل ما، تخليها هكذاك حتى يولي كعمل وحده. هنايا البندق سخنت الفوق 15 دقيقة من بعد على درجة الحرارة 150، خليتهم 15 دقيقة، ومن بعد فركتهم ما بين سيرفيات باش تنحلهم القشرة تاعهم. نجيب لي كوردون ولا هاد العيدان اللي عندكم، نتكهم على هذا الشكل هذا باش كي ندخلهم في الكراميل نقطرهم. دوك تشوفوا كيفاش رايحين نخدموها مع بعض، يعني حاجة سهلة، يعني عفوا يعني سهلة ما فيهاش خدمة بزاف، بصح المنظر تاعهم يجي بزاف راقي ويجي رائع. نكمل انا كامل الحبيبات اللي عندي. كما قلت لك السكر ما تشيش كامل. انا هنا درت عصره تاع الحامض، كي يدوب هكذا تقدري تستعملي ملعقه، هنا تقدري تستعملي ملعقه. دونك هذا هو الكراميل، انا تحيت فيه الحبيبات تاع البندق تاعي ودرتهم على هذا الشكل. انا هنايا باش طلعتهم على التاب درت كتب، درت حاجة اللي تكون عالية كيما راكم تشوفوا معايا باش نقدر نبقط فيها هاد لي كوردون، يعني طلعتهم على السطح الطاولة. وفي الطاولة درت بابي كويسون هكذا باش كي يهبط معايا الكراميل ما يقيسليش العتاب، سينو تقدري من بعد تغسليها عادي ماشي حاجة اللي تشد. فوالا يخرجوا على هذا الشكل، يجوا رائع في المنظر، شكلهم رائع. شوفوا كيفاش يجوا، فوالا راح يشوفوهم ان شاء الله في الحلويات القادمة ان شاء الله. شوفوا التزيين بهم، انا كمل مقطع بالمقص كامل الحبيبات اللي عندي. نتمنى الوصفة تاع اليوم تكون نالت اعجابكم، راح نشوفوا الحلويات مع بعض ان شاء الله. نبقى لي نقول لكم فرجة ممتعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم في فيديو لاحق ان شاء الله. سلام حبيباتي.